في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا شاعرين من سلطنة عمان الشقيقة، هما الأخ الشاعر سعيد بن عبد الله بن وزير والشاعر سالم بن خميس العريمي. حياكم الله في بلدكم وبين إخوانكم. يا هلا بيك. سلمكم الله. أخ سعيد. نعم. بودنا نسمع القصيدة الغزلية اللي قلتها في هالمناسبة. إن شاء الله. طيب حاضر الأمر. يا طير اللي سريع دروبه يا أبو آية مكتوبة، كنت قاصد ومتعني بكتب فينا حق وصلاه، خبري وافتهم مطلوبة ولا تخلي الخلق يدروبه، وقرأ وفنن بعد فني مرضى غيركم يقراه. عجيب. يوفي والحشي والروبة وقلبي ما بري من صوبه، أنا الود مشيبني بس بر ما استوالي بلا. لا والله ما استوالي. بو خشم الرهافة عوبة ماياته مهان وحوبة، ماياته مهان وحوبة، شوف شوف خده ناهبني عمري وخيرتي لله. لله لله. لا والله. بو خشم الرهافة عوبة ماياته مهان وحوبة، شوف خده ناهبني أمري وخيرتي لله. سبحانه. كنتو هالخبر تربوبة بشكي لله الوشوبة، وصرعو قمت هالفني مبلوحة عصا وحصا. أخ سالم بن خميس العريمي. نعم. حياك الله، بودنا نسمع قصيدتك الغزلية. إن شاء الله بإذن الله. المناسبة السعيدة. نعم. شو يقول سالم؟ أقول هذه القصيدة العاطفية. نعم. يقول حن قلبي حنة حواري لي يحن ودوم مفطومي، علامه بالكوس سياري في رصاغه بايت يزومي. حن قلبي حنة حواري لي يحن ودوم مفطومي، علامه بالكوس سياري في رصاغه بايت يزومي. من أجلكم يا القضي داري حبكم في القلب مرسومي، والمحبة شرعها جاري وصل خلي يبري همومي. عجيب. المحبة شرعها جاري وصل خلي يبري همومي، ويا نديبي يصير طياري مثل نسر في السماء حومي. يا نديبي يصير طياري مثل نسر في السماء حومي، بلغ بسري وأسراري خبره وقول له كذا علومي. يا نديبي يصير طياري مثل نسر في السماء حومي، بلغ بسري وأسراري خبره وقول له كذا علومي. وسط قلبي شعل الناري وشكوتي يا ناس مظلومي، من تميمه وناسنا خياري اللي دعاني عايف النومي. من تميمه وناسنا خياري اللي دعاني عايف النومي، ولي دعاني أنظم أشعاري وارض في الأبيات مغرومي. ولي دعاني أنظم أشعاري وارض في الأبيات مغرومي، على سجاع العود ووتاري يسعد العشاق منظومي. على سجاع العود ووتاري يسعد العشاق منظومي، دمع عيني بات نثاري مثل خول رد بغيومي. دمع عيني بات نثاري
مثل خول رد بغيومي من جبينه ضحت انواري ومن مثيله قيد معدومي ادعج العينين سماري الثنايا تشبه نيومي والصدر تفاح بثماري على المهب يميل كل يومي ادعج العينين سماري والثنايا تشبه نيومي والصدر تفاح بثماري على المهب يميل كل يومي الشفايا يشفن اقداري ويطفن اللاهوب وسمومي ولنقبل كيديد لو شاري ليديد وتو مخدومي ولنقبل كيديد لو شاري ليديد وتو مخدومي مختفي عن شوف الانظاري عن حسوده تكثر اللومي لا حشا ما بث باخباري العهد بين السر مكتومي ويلول فلنيت زواري زيارتك لازم وملزومي يلول فلنيت زواري زيارتك لازم وملزومي من رجع سمعي وافكاري يا حبيبي الود مكسومي عدل من رجع سمعي وافكاري يا حبيبي الود مكسومي ولو دعاني الزين فاختاري في القلب حاشم ومحشومي لو دعاني الزين فاختاري في القلب حاشم ومحشومي عارف اللي بحظي واقداري وعارف انه زين مفهومي ما سعابه بايع وشاري ما يلحق الشين مكرومي الختم عضحت قماري وعد طير الغصن ميشومي والعفو من ربنا الباري اللي خلق دنيا وفرض صومي والسلام ورحمة الله وبركاته. صح الله لسانك صح الله لسانك ونتمناكم إن شاء الله طيب الإقامة في بلدكم صح الله لسانك. مع الأخ سليمان الهويدي في هذه الفقرة انتقل إلى دورة قطار الشقيقة مع الأخوان اللي شاركوا بمناسبة الدورة الخامسة لمجلس التعاون. مساكم الله بالخير. يا الله يمسيك حياكم الله بسم يا أبو محسن سم الأخ حمد محسن النعيمي نعم طال عمرك نسمع من قصائدك اللي تحب تقدمها في هذه المناسبة الطيبة. والله هذه قصيدة صراحة القصيدة قلتها قبل يومين تقريبا في وأنا في الكويت. الله يعافيك. أقول هلا ما هم الوبل من السحب والداني ومغرد القمري على روس الأغصاني ومخضرة القيعان من وابل الحياة بصوت اللفاني تالي الليل وأشقاني سمعته وأنا ودي بصوته ومهتوي سقيما على نظرة خياله بالأعياني سمعته وأنا ودي بصوته ومهتوي سقيما على نظرة خياله بالأعياني شفوق على جيه وقربه خاطري يهوجس بذكره لكن البعد عداني عداني وأنا ماني بعيد ونيتي أزوره فلا شك أرغضي ما تماداني ما تماداني بدأ باتصاله تالي الليل بالخفا ولا شفت له زول ولا هو تحلاني مع واير الهاتف جرى كل ما جرى جزى الله من سوى الهواتف بالإحساني بالإحساني مع واير الهاتف جرى كل ما جرى جزى الله من سوى الهواتف بالإحساني لحيث جذب لي صوت شخص يضاحك شفاني ولوني من غث الوقت واجعاني في ألي الزول اللي أوده من الملا أشوفه إلى منه مع الخط حاكاني أشوف الذي قربه حياتي ومنوتي عفيف الجناب اللي غرامه تبلاني عفيف ومصيون أبعيد من الردى زاه حسنه الزاهي على كل خلاني على كل من هاويت قبله وشاقني خذ الطايلة ليته من أحفاد جداني على كل من هاويت قبله وشاقني خذ الطايلة ليته من أحفاد جداني خذ الطايلة بالعقل والحسن والذكى ومزايا ربح فيها من أقرابه الداني مزايا كثيرة لا طرت لي تشوقني تواصيفها والوقت ضدي تحداني مزايا كثيرة لا طرت لي تشوقني تواصيفها والوقت ضدي تحداني وقف ضدي اللي ما درى ويش صابني نهار الخميس عصير وقت المسياني بلحظة وداع قلت ناله وقال لي عهود ولا فينا على العهد خواني فلا شك طالت مدة كان قلتها وفات الوعد في شف دربين الأيماني فلا شك طالت مدة كان قلتها وفات الوعد في شف ذربين الأيماني تأجل سفرنا والسفر كان مدته 3 يوم
وكون الله مكاني وصلوا على المختار ما قال مبتدي هلا ما همل وبل من السحب والداني. سلامة المستمعين. عافاك الله، صح لسانك. وياك الله، صح لسانك. صح الله لسانك. الآن ننتقل مع السامري، والسامري فن من فنون قطر ومن فنون الماشي عند كل الدول العربية. أنا أخواني نسمع السامري. إن شاء الله. نرجع لخ حمد. حامد. نعم. لخ حامد، حياك الله باسم الدورة هذه الطيبة واسم مجلس التعاون جميع، ونسمع من قصائدك اليوم. ما أدري يا أخ سليمان وش القصائد اللي تطلب. نطلب اللي يجوزك من الغزل ولا من الغزل؟ الغزل الطيب اللي والله غزل البري طبعا. العذري. نعم. طبع مركبي في الحب، طبع مركبي في الحب والموج قافيني، سبب واحد شفته ضحى اليوم لاقيني، لقاني ووقفني ووقفت كأنني ملك ملكني بالدنانير شاريني. تهولت مما شفت ونسيت حاجتي، تعودت من الشيطان والزين مغويني جهرني بعين، تجهر اللي يشوفها جثيل انهدبها والمحاجير ترميني رماني، وخلاني صويب وتلني على غبة العشاق مالت موازيني. رجح وزن ميزانه ميزان فكرتي، بهرني جماله وريش العين واليني، ولاني وطوعني ودلا يقول لي على ما كنسيت الحب، ولا انت ناسيني تعذرت له وقسمت بالتين وضحة بأنك غرامي دام دينك على دين. ولا جوز من دار انت حلون حيها، ولا اصبر ولا تشتاق في غيركم عيني ولا اقطع مواصلكم، ولو حال دونكم عدو على سبة وصالك يعاديني، ولا ردني من وصلكم حب غيركم وانا المبتلي غير المقادير تلهيني. ألا يا دقيق العنق يا هاي فالحشا، أنا تايهن في حبكم لا تخليني، وحيد حداني حادي الشوق والهوى وأنا في هواكم، ميسم الحب كاويني وأنا مغرم فيكم، ولو طال هجركم على ذا المعنى وكفي مناك بيميني. تعهدت أنا وياه وانقاد بيننا، غرام المحبة زاد ما بينه وبيني وسك غطسنا، بغبة الهوى ما يشوفنا سوى اللي خلق الإنسان الأول من الطيني، وتوعدت أنا وياه وانفل شملنا على نية الميعاد لحان يرجيني. عنود براني ودها وصف عودها، كما عود موز الناعم من بالبساتيني، هنوف نظيم ردوفها من زلوفها محاري ذراع، تحت لمتان تخميني لها مبسمن، كأن الآلي بثقرها على هجمال اللي تفكرت يغريني. لها مبسمن كأن الآلي بثقرها على هجمال اللي تفكرت يغريني، وأنا المهتوي والمهتوي كيف ينتهي، وأنا لي خصيب بالطوابير غازيني، غزتني جنود من عيونه يقودها، لها قايد بمزرج الرمح ناصيني. ألا يا عذولي بالهوى طحت بالغوى، وأنا ما أسمعك يا عاذلي لو تحاكيني، أنا ما أسمعك في خطة كان قبلنا على هالبشر قدامنا كان ماشيني على همش أبو زيد في سالف مضى، وعنتر مع مجنون ليلة مجانيني، صناديد قوم يكسر ضد صوتهم على منهج العشاق صاروا ذياهيني، ولا ردهم عن مطلب الزود والعلا على مجتمع الأخصام كانوا فراعيني، وأنا في الهوى ما سير في منهج الردى، وأنا لفواد من هل الغش ناهيني، ولا ود بين الناس من لا يودني، ولا سائر الرديان من خوف ترديني، ولا ود بين الناس من لا يودني، ولا سائر الرديان من خوف ترديني، وأنا المقتنع باللي قسم لي وصار لي، وأنا عارف أن اللي وطن ناس واطيني، وأنا في مجال الشعر زجيت فكرتي على من وتيل اعتزت الأشعار تاتيني، أراها تزاحم في حش الصدر كأنها رعايا حيام، والوراريد مضميني تزاحم، وأنا قخيرتي من خيارها غزير النشيد الزين، لو قل يكفيني ولاني بهذار، وأنا مرهيب بها وأنا أدري كلام الناس لخطيت قافيني، وأنا ضمنت ماذيلي من اللي يعيبها علشان ذا قدمت مضمون تأميني وسلمت. عافاك الله، الله يعافيك، شعورك طيب، عافاك الله. نحييكم في بلدكم الثاني الكويت، وأهلا وسهلا. نرجع مع راعي الربابة، شاعر الربابة علي بن سلطان الهاجري، نسمع الربابة. Thank you.
عافاك الله. الله يعافيك. عافاك الله. حياكم الله اخواني في بلدكم الثاني الكويت. الله يحييكم. الله يبقيك. مع الاخ صياح العدواني في هذه الفقره. شاركنا من دولة الكويت ايضا الشعراء مناور غانم الجفاوي وعبد مزعل الشمري وعلى الربابة طلق الرجعان. يا ابو حمود. نعم. قصيدتك غزلية. نعم طلق. تفضل نسمعها ان شاء الله. الحب فطرة للنفوس ونبوعة، مواطن العالم أموره جميعة. الحب فطرة للنفوس ونبوعه، مواطن العالم وموره جميعه، كونه وتكوينه نسيجه بطوعه، لصابعه جملة خيوطه مطيعة. زاده تحريكه بداية جروعه، غذا نموه بالتكامل سريعة. مواطي أقدامه منابت جذوعه، مجرى ينابيعه مشارب شريعة. مسار توجيهه عوامل شروعه، دفعه المالوف الحياة بذريعة. عزه وبالمنعه لبوسه دروعه، فولاذ حصون منيعه. فخره وبالهيبه سيوف بتوعه، سلاح بحمله مطلبه تستطيعه. جاهه وسلطانه منافذ بخوعه، منازل فوق المحامد رفيعه. شمسه قناديله مشارق طلوعه، شعاع نوره مستديم سطيعه. للتال ما تطفي مشاعل شموعه، للنفس لنهاية مراحل سعيعة. والنفس بالفطرة شديد ولوعه، حبه محرك محوره وتهزيعه. صبوب الخطب الجليل وجزوعه، الهجر الخليل وما تعاني شكيعه. تجود بالشي النفيس ومنوعه، أحيان للشي اليسير النفيعه. تخفي ولا تشكي مواجع زلوعه، بالود والخطوة لغيره وجيعة. تواق تنوذل ترضى خضوعه، حديده الخالص جليده يميعه. تحذر بالهفوة كثير وقوعه، حريص والوقت بعضه تضيعه. تنقاط طوع ولا تكون مخدوعه، خلف العيون وبالذان السميعة. الوازع الشاغل مناط وهجوعه، إشباع للرغبة وتذليل هيعة. الشوق بالجذوة تعالق ولوعه، الشوق بالجذوة تعالق دلوعه. السيح ما يخمد مصادر وليعه، السر تحصينه يبوحه خبوعه. لابد ما مضمون سره تذيعه. نفسي تحب وللمكارم نزوعه، جهده ومجهوده حثيث النجيعه. الجد شانه ما تغير سجوعه، بالقصد والنية طموح وريعه. سمحة وتبعد بالسماحة هلوعه، تعطي وتمقت للرياء والخديعه. تاخذ بحق وما يقدر قنوعه، الا عزوفه ما تقبل وضيعه. ارضه فسيحه والمحبه زروعه، ريه عبيره والثمر ما تبيعه. سليمة النحوه ينحي بشوعه، نشره المحموده التعارف تشيعه. جريه مراعاة الامور وتبوعه، أمين تنحفظ الفضائل وديعه. هشه وبالحاجه عديم خنوعه، عرفه وتعريفه محاصيل ريعه. حيث البسيطه مستطيله ربوعه، تقدير خلاق عظيم بديعه. الاستقامه والخطا قدر بوعه، بالحب والراحه دوافع هجيعه. والحب معروف بكافه فروعه، لولاه حلت بالقلوب القطيعه. للناس مردوده تآلف جموعه، يكون محسوب الشقيق النزيعه. حوة تباريحه روافد صدوعه، سيح وتفجيره ملامس رضيعه. الطير يهوي مستميت بخشوعه، لغلاف معدوم الحواس ورميعه. الماشيه يفطر مخارج ضروعه، بالعطف ما تنطق وترعى شفيعه. بلم للعبره دوافع شفوعه، الكل مديون العطاه صنيعه. ينعم وليده ما تكلف بجوعه، ثرية بالدر وهي مجيعه. بالمرتع المخصب ضمان الرتوعه، حتى بلوغه بالنهايه بزيعه.
ينام أمه ما تراخت بكوعه العام مجدب والمناظر شنيعة. يومه يساوي بالمشقة أسبوعه تنقص شفعه مستمر بزيعه. جميل هالعذري مواقع قبوعه محول انظاره مصاقط صريعه أقواه مفعول وبعيد ذيوعه أبقاه ذكر ومستجد طليعه. إلى القلب ما تحمى جوانح إضلوعه تمضي سهومه للحواجز فضيعة. جرحه خفي وبالحماطه طبوعه يسير بد من انتظامه طبيعة. بالجسم كله والجوارح بضوعه أيقظ بتنشيط المحاور لهيعه. ما سن هادم مبتغاه ودفوعه بالسير مطلوب الغرض والكميعه بالحال بادر بالنهوض وهروعه القطع المفاوز والفقوق الوسيعة. أدى حكمة مستقره طموعه أرض مثار للعواصف مليعة. ما كان دونه للسلالة ردوعه ما ضم مختلف البقاع وبقيعة. للمر بالدافع حلاوة متوعه النفس لأصله بالمبادئ مريعه. والحب لا ينكر جماله وروعه كثير ما يشكر ثناه وفنيعه. رداه لا يمكن تجاهل خلوعه عدا عديمه فالظهور بنصيعه. دربه طويل والشواهد فلوعه هجير هاللافح رديفه صقيعه. الراس ما عابه مواقف ركوعه حب الأرادة للغنوجة التليعة. ما ظن قلب ما يعاني بلوعه البرق يلفت للمراعي لميعه. ما تم بالماضي نتائج نشوعه متحف البصمات العصور وسفيعه. يا ليت قصد مستحيل رجوعه ما لذ بيام الشباب وربيعه. ما بعد مرحلة الوقار ولفوعه تجويد عقد بالجواهر صنيعة. ما بعد مرحلة الوقار ولفوعه تجويد عقد بالجواهر رصيعة. كلمات نربع بالقوافي ونوعها اللفظ جايع والمعاني شبيعة. وما هل واخضر للرواعي هموعه صلوا على خير العباد وشفيعة. اللهم صل على محمد. صح لسانك صح لسانك يا محمود. كما شاركنا أيضا في هذه الجلسة الشاعر عبد مزعل الشمري. تفضل عبد. يقول الله من هم اللجا بين الأضلاع هم تستر بالضلوع المهاديف زاد العنابي والمخاليز هجاع وسمرت ليلي بلعنة والتكاليف. زاد العنابي والمخاليز هجاع وسامرت ليلي بلعنة والتكاليف ودليت سامر بلوتي لين الأشعاع وهموم ترسي بالضماير مراديف وميح بي الطاروق في شتى الأوضاع. وميح بي الطاروق في شتى الأوضاع والنار يصلى حرها بس راجيف ودنيت سلسة سيرة روس الأصبع. ودنيت سلسة سيرة روس الأصبع يكتب تماثيل الظنى والتحاسيف عليك يا عذب اللمى زين الأطباع العين دمعة كالسوادي ذواريف. وقلب يجض من الصواديف ملتاع بس باب هجرك عارضتها الصواديف والروح عقبك. والروح عقبك صابها كثرة الأوجاع من يوم وقتي ما صفالي على الكيف ومن حر ما بي. ومن حر ما بي اشتكت جدمي يلقاع وحفيت جدمي في رباع مصاليف ويا ما وصلت بغايتي ثلاث وارباع. ويا ما وصلت بغايتي ثلاث وارباع يسرح بي الهاجوس في ساحة الطيف وانكف تجارع التي مر الأجراع وانصاع من كثرة الهموم المعانيف. وانكف تجارع التي مر الأجراع وانصاع من كثرة الهموم المعانيف ويمن بيت بهمكم روس الأتلاع. ومن واهجي عديت روس المشاريف تسني هريف مهرفل قب مرتاع لجة ضلوعه والحصايل تقاطيف وارقب بضلع نايف بين الأضلاع. وارقب بضلع نايف بين الأضلاع وقام يتهكم للذياب الهواريف. وارقب بضلع نايف بين الأضلاع وقام يتهكم للذياب المهاريف وسمعا عويله وانتحن يمها بساع يا ابن المعونة. مين ردا من أتيف هاجن ولاجن هاجن ولاجن مين خلفنا الأسلاع. ما حصلا كسب العشاء وانكف نعيف وجدي كما وجد على صرف الأنواع. وجدي كما وجد على صرف الأنواع فرسان ياسي
بضدد لي مواديف يوم تذكر ماضيا حاضره ضاع، يوم تذكر ماضيا حاضره ضاع، أصفق بكف الكف وأقول يا حيف يا حيف بذرا غارسه كف زراع، صار الحصاد ونبته اليوم ما شيف، وجاز الكلام اللي تغرر بالأجماع، وجاز الكلام اللي تغرر بالأجماع، كلام واضح في كتاب العواريف، ماني على درب مزفين تباع ولا نشفوق والنوايا مخاليف. طلق الرجعان أيضا يشاركنا في هذه الجرة على الربابة، تفضل أخ طلق. Thank you.
وانت سالم. أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي الموقر، في نهاية هذه الحلقة لكم منا أطيب التحيات، داعين المولى عز وجل بأن يسدد خطاكم على طريق الخير والوحدة لما فيه لصالح شعوبكم. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.